بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر زيو سيتي على الاستضافه، وكنشكرهم على جميع المقابلات اللي كيتابعونا في داخل الميدان ولا خارج الميدان. اول حاجه الاسم ديالي محمد مسامح، مواليد 1987، السن ديالي دابا كيمشي 32 سنه، والحمد لله هذا المستوى الدراسي ديالي يعني مستوى عادي، ماشي شي مستوى اللي كبير وماشي شي مستوى اللي ضعيف. راك عارف لاعب كره القدم ما كيمشيش في الدراسه مزيان. اول فرقه اللي لعبت فيها، اول فرقه بديت في الرجاء البيضاوي كادي كيف ما كنقولوا في تيان، بديت شي حوالي 3 شهور، ما استطعتش نكمل معاهم، ما كانش فينا نسكن، ما كان السكن ديك الساعه، كان باقي ما كاين السونتر. من بعد ديالها مشيت خديت تجربه في يوسفيه برشيد، لعبت لي واحد 6 شهور. من بعدها كنت ديك الساعه جاتني المنادات من فريق الجيش الملكي اللي لعبت فيه 10 سنوات، اللي لعبت فيه بزاف واللي عطاني بزاف، اللي كنعتبره لحد الان هو فريق الام ديالي. ومن بعد فريق الجيش الملكي مشيت لفريق خنيفره اللي حققت مع السعود 2 مرات من فريق القسم الاول الهواش، القسم الثاني القسم الاول شرفي. والحمد لله وصلنا عاوتاني الوسطانه اللي وراها، مشيت لشباب قصبة شادله اللي حققت معاهم تما السعود، لعبت معاهم دوزيام ديفيزيو، حققت معاهم السعود بروميان ديفيزيو. والسنه الاخرى اللي كنت مشيت لجمعيه سلا، ومن بعد جمعيه سلا مشيت لوداد تمارا، من بعد وداد تمارا مشيت لشباب السازاك، ومن بعد شباب السازاك كنت في الناظور ما تفاهمناش، والحمد لله دابا انا مع الناس زايو. الحمد لله انا دابا راني مرتاح، والفريق راه غادي في خط تصاعدي ان شاء الله، وكنتمناو ان شاء الله نحقوا الصعود لميلا، هذا حق مشروع لكل فريق. ماشي انا اللي اختاريت نهضرة زايو، كانت واحد استشارة مع واحد السيد اللي سميتو عبد الصمد، اللي كان ديجا درب نهضرة زايو واحد سنتين. عبد الصمد بن نور هو المدرب دابا ديال فتح الناظور، حيت كنت معاهم، وكانت واحد استشارة معاه، كنت ان شاء الله كنت غادي باغي نمشي سميتو واحد الفريق اللي لعبنا معاه الاسبوع الاخير الدريوش، وتستعصرت مع ذاك المدرب كنحتارمو كيحتارمني، وقال لي من احسن تمشي لزايو، يعني راه الناس الله يعمرها دار، راه في مستوى لا في فلوسهم لا في هذا ما يضيعوكش شي حاجه ديالك، وراك عارف الكره لاعب راه غير ارزاق، وكتب لي يلاه الارزاق ديالي هنايا الحمد لله انا راني مرتاح هنايا في مدينه زايو. والطموح ديالي طموح الحمد لله، كنتمنى يا ربي كنتمنى فهمتي، طموح ديال كاي لاعب في مدينه زايو ولا في فريق اخر، طموح ديالي هو الصعود فهمتي. كيكون واحد الصعود كتخلي واحد كما كنقولوا كتحيط ديك السميه ديال الطباشير، وكتبصمها كتولي بحال كنقولوا بالنقره. هذا هو الطموح ديالي، وكنتمنى من الله لما لا، علاش لا ان شاء الله نطلعوا، راه حنا باقيين في لاكورس كيف ما كنقولوا. المدربين وما لعبش معاهم كان المرحوم مصطفى مديح الله يرحمه، وسي محمد فاخر، وكان ولتر موس اسطنبولي، سي جواد الميناني، بزاف المدربين. يعني انا جبت الغيب المدربين واحد شويه، ودوزت عبد الله الادريسي، هشام ادريسي، سي حسان الكراكي، سي جعواني، يعني لعبت مع مدربين بزاف مستوى، ولكن المدرب اللي لعبت معاه وشخصيه هو محمد فاخر. في المقابله الاخيره كونتر فريق الدريوش، يعني كتشوف فريق في المرتبه الاولى وانت فريق في المرتبه الثانيه، يعني هما لعب مع فريق يعني فهمتي، يعني مستحيل يكون هذاك الفريق في الدرجه الاولى ونكونوا حنا في الدرجه الثانيه. الجمهور ديال زايو في الاول كان شويه صعيب علينا باش نتاقلموا مع الجو ديالو فهمتي، ما دابا الحمد لله ولات كتجي ليها الطرا، ولا كيجي الجمهور كيعاون الفريق ديالو. كما كتشوف المقابله ديال تيطوان كنا خاسرين 2-0 هنايا في البلاد، وعاودنا رجعنا ربحنا ب 3-0، يعني هذا الشيء راه ما ساهلش، هذا الشيء هذا كيرجع للجمهور، وكنشكر الجمهور على من هذه المنبر هذا كنشكره بزاف، خصوصا في هذه المقابله الاخيره راه جا بزاف وجاب حجه وشجعنا، هو اللي عاوننا بزاف، وكنتمنى من الله يكمل معنا حتى لاخر الدورات ان شاء الله، ويحقق الصعود هو معنا ان شاء الله، ونفرحوا فرحه واحده ان شاء الله. المفضل مستوى الاعلامي هو برشلونه. كلمة الأخيرة كنشكر زيو سيتي من هذا المنبر هذا، وكنشكر المكتب التقني والمكتب الإداري، وكنشكر جميع اللاعبين اللي كيسهروا على مقابلات، راك عارف يعني فهمتي، لاعب بعض المرات كيكون يعني كتكون مزير وهكا وعندك ظروف الدار وكتجي وكتأدي الواجب اللي عليك، كنشكرهم من هذا المنبر هذا كنشكرهم بزاف، والحمد لله كنتمنى إن شاء الله يجيو دراري جداد في هذه الوقيتة هذه اللي غيعاونونا ويكملوا معنا المسيرة إن شاء الله حتى لآخر السنة.